طيب جورج، لماذا تريد إسرائيل استفزاز حزب الله بهذا الشكل؟ لماذا تريد جر حزب الله إلى حرب بهذا الشكل وهي أصلا لم تحسم أمرها في غزة، لم تحقق أي شيء في غزة حتى الآن؟ طابت أوقاتك وتحية لك والزملاء المشاركين. إن إسرائيل في مأزق بما يتعلق بفقدان مواطنيها الثقة بها، خصوصا يعني في المناطق المتاخمة للبنان. المستوطنون أعلنوا جهارا أنهم لا يمكن أن يعودوا طالما حزب الله يتمتع بقوته ويشكل تهديد مستدام لأمنهم. من هنا ثمة معضلة، حتى لو أن إسرائيل لا ترغب أجنحة منها بدخول بحرب شاملة مع لبنان، إلا أن الواقع يفرض عليها، لأن فقدانها الثقة يعني أمر يضرب وجودها القائم على مستوطنين. من هنا تجد أن معالجة خطر حزب الله أمر ملح، أنها تحاول عبر 1701 وإعادة فرضه من جهة، وهي تقول جهارا إن لم يتم السير به نحن مستعدون لضرب حزب الله. من هنا يعني إسرائيل مجبر أخاك لبطل، ليس بالضرورة أنها تريد خوض الحرب، ولكن لا مفر من مواجهة واقع حزب الله وقوة حزب الله التي تشكل بالنسبة لها هاجس خطر وجودي جراء القلق والذعر في نفوس مستوطنيها.